توضح ان هناك شك رغم ان السنه اللي فاتت 2018 وضحت ال رأت ان هالنوع من الادوات وهالنوع من القاعدة المعلوماتية يجب ان تتوفر ويجب ان تكون موجودة للمهتمين والمختصين بهالقطاع. ففعلا تداعوا مكتب الثروة البحرية والحيوانية بمغازي لإقامة هالندوة وبدعم من العديد من الشركات وفعلا المجلس التسييري ببلدية مغازي حتى هو قدم كل المساعدات في هالإطار لإقامة مثل هذه الندوات. إلقاء مدور وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة مكتب الثروة البحرية بنغازي والاهتمام بشريحة الصيادين وأنشطة ومجالات الثروة البحرية في بنغازي. قيمة الندوة العلمية تحت شعار تنمية وتطوير الثروة البحرية في ليبيا والحاضر وفقها المستقبلية. يعني فيه لبس لناس واجهة.